يسعد مساكم ونتمنى نعمله مفاجأة إن شاء الله يا ربي تكونوا عيلتوا بخير وسلامة مع أهلكم وأحبابكم، كل عام الحمد وأنتم لله. بخير كمان مرة. يسعد مساك دكتور جمال، أهلا وسهلا أنا فيك يا دائما أخي، أهلا وسهلا اشتقنا فيك، لكم. وإحنا أكثر، كل أهلا عام وأنتم وسهلا بخير. فيك وأنت بألف خير يا رب، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وعلى الأمة الإسلامية جميعا وعلى كل العالم يا رب. تسلم، اشتقنا لأكلاتك الزاكية يا ندوش. من عيوني من عيوني تكرم. هلا الله يخليك، هلا احنا مش أنا بتكلمك لحالي، على بقى. كل الجمهور كمان. كل الجمهور الله يسعدك، والله ما كنا ناويين نطلع بس ما قدرنا على فراقكم. اليوم بدنا نعمل إشي مش عادي، بدنا نستضيف دكتور جمال بأكلة كلنا بنحبها، وهلأ مع الكوفيد 19 كلنا ما عم ناكلها تقريبا، فقلنا ما لنا إلا ندخل على دكتور جمال نقول له دخيل الله دخيل عليك، بدك تعلمنا ما دخلنا، هي أصلها ياباني هي أصلها صيني، اشتبكوا اليابانيين مع الصينيين، أكيد أنت حتروح مع الصين بعرفك بتغاوز، بس يلا بنمرق لك إياها، المهم نتعلمها، شو رأيك؟ اللي هي السوشي. السوشي طبعا، انا طلعت تغربت وانا عمري 16 17 سنة، ومن هذاك الوقت وانا عايش في دول اجنبية، استفدت كثير من فائدة الطعام في الغرب، انه تعلمت ثقافات شعوب ثانية، صحيح وتعلمت هاو تو اكسبت اذرز، يعني الطعام او الاكل هو احد اهم طرق فهم الشعوب. يعني لما بدك تفهم شعب لازم تعرف شو بوكل، كيف بوكل، ليش بوكل هاي الشغلات. ففعلا استفدت فائدة كبيرة، وصراحة لا أخفيكي، كل شعوب العالم بلا استثناء عندها مشاكل أحيانا، بتفكر إنه لا هذا الأكل أزكى، أكلنا أزكى، أكلهم أزكى. طبعا السوشي انشهرت في كل العالم لأنها سلسة وسهلة، وفي ناس كتير بتحبها. موضوع السوشي يعني هي بدي احكي لكم بسرعه عنه، هو طعام بالاصل ياباني، اكثر الناس بيحكوا انه ياباني، في اختلاف لسه عليه، بس الميزه تبعت السوشي انه يطبخ بالرز المخلل، يعني بنحط خل على الرز، واليابانيين بوكلوه فقط مع الشرائح السمك النيه. يعني السوشي هو سي فود، في ناس كتير بقول لك لا انا بدي فيجيتابلز، حتى الاخضر هذا اللي على سواد هذا سي ويدز بيسموه، او عشب البحر، فهو اصلا برضه بحري، بحطوا فيه خضروات كتير، وطبعا له حشوات كتير. اهم شيء هو الرز السوشي المشهور، والاسماك، يعني هاي اهم شيء، وطبعا بيعملوا له دب خاص حنحكي عنه اليوم، بتاكل تقريبا في كل دول العالم لانه شهر. وزي ما حكينا في ناس تتنازع هو المطبخ صيني هو مطبخ كوري، حتى الكوريين بتعرفي الكوريين بيحكوا انه لهم بسموه كيمبا، الكوريين كيمبا، الصينيين بسموه تزوان فان اللي هو الرز تبع الرز. طبعا السوشي كلمة يابانية وانشهرت بس فعلا. بلا مقطع بحكيك اللايف مش نازل على صفحاتنا دكتور، شو بنعمل؟ لازم انا اعمل، محمد كان مفروض يعمل شير، انا هعمل شير هلا. طيب انا ماشي بس لو سريعا سمحت. احكي انت هذا وانا هعملها. حاضر. المهم كلنا بنحب السوشي، وعلى فكرة في بلادنا كتير غالي مش رخيص، يعني مش اي حدا could afford it ويروح المطاعم، يعني عرفت صحيح. علي، بده مبلغ وقدره، فكنا بنترصد بالذات مثلا انه يعملوا يوم بالاسبوع يفتحوا كبوفيه مثلا، حتى لو اندفع، يعني كمان مش رخيص، يعني عرفت علي، مش زي كندا دكتور، كندا البوفيهات افوردبل يعني، ويروح الواحد وبياكل
ولو انه انا بحبذ انه نروح على مطعم صراحه نطلب بالطلب ما بعرف كاني بحس الجوده بتكون احسن شوي بس بالنهايه بتاكل وكثير زاكي وبروح واسم الله وانا بنام على الطاوله بعد ما اكل يعني بصراحه بكون عامله انا حورجيك كل يوم كيف تسوي سوشي سهل جدا عمله مش مكلف نهائيا يعني كلفه ما حيكلفك زي المطعم يعني وبالبيت انظف وارقى تكنيك دكتور واحنا مش متعودين عليه يعني كثير بعيد عنا كان اليابان ولا الصين يعني كثقافات حتى يعني هلا جديد كنا ندخل بهاي الثقافات ونسمع زياده فيها ونختلط فيها بس في بلادنا كثير بعيده كانت عن ثقافتنا يعني مش زي اوروبا مثلا دخلوا علينا ويعني ما احتلوا المصريين صح؟ لا أو أنا عندي نقطة دكتور تعقيبا على كلامك أنا برأيي من الثقافة الأوبن أو المفتوحة أو يعني كنت أحكي لك هي شو بسموها دكتور هي الشيرينج يعني عرفت علي المشاركات كثير مهم إنك تعرف الناس شو بياكلوا لأنه هي شو الناس مثلا شو ثقافتها العامة هي الأكل شو بياكلوا كل يوم شو بيحكوا شو بيفكروا هي فهي هاي شيء اساسي فلازم تعرف طبقهم الرئيسي يعني أكيد. انا اول ما اروح ازور بلد جديده بسالهم شو عندكم تخصص بالاكل فطبعا هذا شيء كثير معروف الاكل والفن هم اسهل طريقتين يقربوا الناس لبعض فعاده الاكل يعني بيساعد الناس يلتموا حوالين السفره وهذا بيساعدنا نحكي مع بعض نبدا نحكي طبعا تماضر بتحكي انه الياباني السوشي ياباني ابا عن جد تماضر بتحكي ابحاث بتحكي انه كوري الاصل من كوريا من شمال بس اجين زي المنسف منسفكم ولا منسفنا ولا نفس الشيء يعني لا ما بنختلف دكتور ما بننزعل من بعض بتحبوا اورجيكم بتحبوا ندخل نشوف يا ريت يلا انا حضرت فيديو طبعا وحلعبه شوي وححكي عنه انتوا سامعين سامع يس لا مش سامعين الفيديو دكتور انا فكرت انت اللي حتحكي مش الفيديو اوكي بحكي هون أنا عن تاريخ السوشي السوشي زي ما حكينا هو سناك بده يأكلوه طبعاً أهم شيء في الموضوع اللي هو السوشي رايس اللي هو الرز تبع السوشي بيختلف كتير عن الرز العادي كمان مش واضح إذا شايفينه هو رز صغير زي الرز المصري عنا فيه نشا كتير فبصير ستيكي يعني بيصير لزج بسموه ستيكي رايس اي مكان بنباع اسمه سوشي رايس نفس السعر يعني مش اغلى بس هو ستيكي انا طبعا كميه الرز اللي بدك اياها بتحطيها تمام الدكتور فينا انه نكبر الصوره ولا كيف بدي اشيل الديه بس اي بليز تمام هيك أزبط شوي طبعاً هون بدي أحكي شغلة إنه المية فوق الرز لازم تكون مقدار أصبع يعني أصبعك مية زيادة فبصير شوية لزج هاي في النهاية حنحط سكر وخل هدول الشغلتين هم السكر تبعت السوشي سكر وخل حورجيكم إياهم طبعا خلال هذا الوقت انا بدي احكي سرين قبل ما يغلي الرز ويطبخ اي سيده ممكن تستفيد منهم الشيء الاول بدنا نفتح واحده زي هاي شو بتسوي انت يا ناديه لما بتصير عندك مطربان بدك تفتحيه بالمعلقه دكتور بنفسه يا عيني عليكي طبعا هو عادة احنا شو بنسوي بتروح بتنادي جوزك ولا انا طريقة المعلقة زي فاها يس وبتفتح شوي فبتصير سهل الفتح اكيد
هلا ايش هذا زيتون دكتور؟ عفوا؟ هذا زيتون؟ هذا زيتون بس عشان اورجي الناس كيف تفتح. هلا اوكي. هلا بدي احكي عن شغله ثانيه اللي هي المعلبات. المعلبات بشكل عام شيء جيد لانه بحفظ الاكل. انا ما بحبها لانه فيها ملح كثير ومواد الحافظه. نستخدم المعلبات زي معلبات رب البندوره او شيء زي هيك. كيف نفتح المعلبات هاي؟ هاي الطريقة أنا اكتشفتها إنه إحنا للأسف نفتح المعلبات بالغلط. طبعًا أنا بدي أركز على شغلة إنه المعلبات هاي بتكون في السوبر ماركت، فلازم نغسلها قبل ما نستخدمها بالمي والصابون كويس. بتكون عليها غبرة، حشرات، جردان، واتيفر شو موجود في السوبر ماركت. فأهم شيء إنه نغسلها بالمي والصابون كويس. بعدين بدنا نيجي نفتحها. طريقة الفتح شوية عادة بتكون من فوق، صح؟ نفتحها من فوق هيك. Yes. عادي غلط الفتحة. ليش؟ لأنه الغطاء اللي فوق عادة لما أنت بتفتحي بنزل بغز لتحت. أوكي. بتصير يا بدك بشوك تطلعي، يا ما بأصبعك، أحيانا بجرح لك أصبعك. فحورجيكوا الطريقة. لازم تسوي زي هيك بالعرض. جماعة. يس دكتور، هو في خصوصي مفاتيح علب بتضطرك انك تفتحها بهالطريقة، فأنا من زمان عودتي عليها يعني. يس. هلا اللي ما عنده هذيك العلب بيقدر يفتح بس يلي بالهاي، بتسهل كثير، لا بتجرح حالك، ما بتوقع الغطا جوا، بس بالعرضين. هلا السوشي الرز جاهز عندنا، بدنا نحط معلقه خل. طبعا هو هون السكرت، الرز المخلل اللي محطوط عليه خل، يعني خل ابيض عادي. ايوه بس في خل خصوصي بالرايس فينيجر دكتور، بيفرق بالطعمه؟ مش كتير، لا، لانه انت ما بتحط كتير، انت معلقه اللي بتحطيها. تمام. بتقدر تحط خل عادي، بتقدر تحط خل شو اسمه، ومعلقه سكر. أيوة. ومعلقه سكر. أوكي. يس. لازم الرز يبرد عشان يصير كثف على بعض. الرز طبعا لازم يبرد. طيب. كويس. هلا شو بدنا الشغلات المهمه عشان نسوي السوشي؟ طبعا الرز صار عندنا جاهز زي ما انتم شايفين، هيك مكرمش يعني متجمد مع بعضه. بدنا السوشي رابس اللي بسموهم سيويد، اللي هو عشب البحر، له ريحه خاصه اللي هي للسوشي. هاي سيويد بتلاقوه في اي مكان، بتكون هيك شكلها، حنورجيكم الان. هذه للسوشي عباره من البامبو او من القصب، معمول تنباع في كل مكان. موجوده. الان حكي لكم عن الانجريدينت اللي انا بستخدمه. ممكن عادة السوشي بيستخدموا فيها السمك الني، هذا اللي بأكلوا اليابانيين. إحنا ما بنستصيغ السمك الني، أنا أكلته صراحة له طعم غريب، بحكي لكم شو بيسووا. أوكي. في عندي سالمون، في عندي طبنا سمك، في عندي شو اسمه شريمب أو روبيان، في نوعين، في نوع الجامبو والصغير، في عندي الكراب اللي هو السرطعون، لحمة السرطعون. طبعا كلها زي ما انتم شايفين انا مقسمها صغير. في افوكادو برضو زي ما انتم شايفين الشرايح كيف، خيار، جزر. كلها لازم تكون رفيعة، كلها رفيعة. حورجيك كيف. هذا اللي هو الحلزون، مش الحلزون، القوقعة هاي اللي بالقوقعة، هذا شو بسموه، الاوستر. خلينا نبدأ الآن بالطريقة. والبيض طبعا. أول شيء بنوزع الرز. طريقة سهلة جدا، المنتج أي شيء ممكن تحطيه، أي خضار ممكن تحطيها. يعني هذا بكفي. أهم شيء بس تحط الرز تضغطيه ضغط، يعني بحيث إنه شوية بس بدي أحط، يعني يكون مضغوط على الورقة، بكون مستكي على الورقة. هو اللي حددوه، في ناس بحبوا كثير رز، ناس بحبوا قليل رز. حطها الآن بالبيض. عملت خط بيض. ايش الدكتور، بيض مقلي. ياه. بيض مقلي. بتقدر تستغني عن البيض، بتقدر تحطي اي شيء بدك اياه من الخضار بس يكون رفيع. ومثلا الفلفل الفليفله
ما بتنفع لأنها آسية مثلا. أوكي. الخيار يعني بكون طري، بدك إشي طري ينحط جوا. أوكي. جزر زي ما انتم شايفين مش كتير لأنه لما بتلفه ممكن يفزر. حط شوية أفوكادو. أوكي. هذا نوع السوشي الأول. طبعا حسوي لكم انواع وحكي لكم اسماء. اسوي عده انواع انا. نوع السوشي الاول. اوكي. بس بنحاول انه خلينا احط الكراب. طبعا هذا اسمه ماكيزو سوشي. ماكيزو سوشي. كراب فليكس اسمها. هذا الكراب اللي حكيت موجود برضه في كل مكان. يا وين ما كان زي ما انتم شايفين هي بس طريقه اللف انك تلفيها وانت بتضغطي عليها عشان تضلها ماسكه وتلزق بعض. بس هاي كل السيكرت يعني بنفس الطريقه. او ماي جاد دكتور، يعني انه ابدا السيويد مثل ما هي ما عملنا فيها ولا شيء صح؟ ولا شيء، ولا بتسليها ولا شيء. هي هو الرز لانه هو ستيكي بلزقها. طلعت يا فنانين احنا. النوع الثاني زي ما شايفين نص الفلاكس. هاي قصيت نصها. شوفي هاي طريقه ثانيه. بص عليها الطريقه اكني بغزة منسى يا جماعه. الرز فيه نشا كثير بكون عشان هيك هو بسبب لنا الستيكي، بسموه ستيكي رايس. طبعا هو موضوع النشا هو كثير كويس عشان يعني لو بللت ايدك شوية مي ما كان شوية. لا لا لانه بصير على هذا بفرط الرز جوا. اوكي اوكي. قلبتها شفت حلحطي؟ لاحظت. قلبت الهاي فحيطلع الرز الابيض برا. اوكي. نفس الانجريدينت نفس الشغلات حطيت جوا. طبعا معظم اليابانيين ما بوكلوا هذاك النوع، بوكلوا هذا النوع. الرز هذا وبحطوا عليه مثلا الروفش زي ما انتم شايفين. يس. هذا بسموه نيجوروزو سوشي، نيجوروزو سوشي. ايه مش ساشيمي، انا كله عندي ساشيمي دكتور. مثلا هاي السمك. وخلص بحط السمكة فوقيها. بس. يعني قصيت من السي ويد وسكرتها؟ مش تسكير بس حواليها عشان تعطي الطعم. الخمر اوكي. عادة الناس بحبوه خميل زي هيك، وناس بحبوه في انت اللي بتحبه، اليابانيين بيحاولوا انه يخملوا. رائع. طريقة الأكل هاي مهمة جدا، خلينا نشيل هاي. اللي أنتم شايفينه هون، أوكي، هذا بسموه دب للسوشي، بيعملوه من البلاك فينيجر والصويا صوص، مش كلير صويا صوص، الناس كتير بتخربط فيه بحطوا كلير صويا صوص، هذا مش كلير صويا صوص، وهذا اللي هو وسابي. أوكي، وسابي. الوسابي عبارة عن نبات لونه أخضر بيبقى تحت الأرض زي الخردل، وطعمه كتير بحر. يعني اللي ما جرب الوسابي ما بيعرف لك يعني لما تاكله بيطلع من مناخيرك ومن عينيك الوسابي، خصوصا إذا عطر في اللسان. ناس كتير بتاكل سوشي وبتمسك هاي بتروح سلخاها حطاها بالبيت. طبعا هذا خطأ كبير زي ما انتم شايفين، الرز تفتفت جوا الفينيجر. اوكي، هذا خطا كبير. اللي بنحط جوا الفينيجر بس السمك. اوكي، بتحطه، هذا ورجيكم الطريقه الصح، هذه الطريقه الخطا. الطريقه الصح تمسك السمكه
تحطها جوا الصوص. اوكي. تحطها فوق الرز، تاخذ وسابي بطرف ال هاد تحطها فوقيها. و صح. قلبك. صحيح. طيب الطريقة الثانية هذا اللي منفوخ بهاي الطريقة، زي ما بوريكم هاي الان هذا. أول شيء بتحط الوسابي، طبعاً يعني السوشي بدون وسابي ما بينفع، الوسابي بأكلوا اليابانيين في كثير شغلات. بعدين بتغمس شوية تب يعني شوي صغيرة، و صحتين وعافية. صح. كل حال احنا بنخلط الوسابي شوي بالصويا صوص وبناكل. يس. تشتري يعني هاي ايوه خلص ضايل له ده اقل من ثواني. اعذروني اخربطت الشباب، بس هاي الطريقه اللي انا بسويها في البيت. يلا السلام عليكم. طبعا يعني بتعرفوا احنا مش زي الصبايا هيك تكنيك وتكتيك، زي ما اجت ف لا بجد وعن جد انا استسهلته جدا يعني جداً كان بالي شيء اصعب ومش مكلف يعني انت شايفه قديش استخدمت دكتور يعني ابدا ما بمثل اكلنا بصله يعني معلش لا 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 يعني ممكن تعملي 20 رول مايكل فوكي يمكن $20 كلهم مع بعض ومثلا انا ما ورجيت في بحطوا السسميه السمسم بتقدر تحطي فوقي سمسم بتقدر يعني انا دقته بزعفران عند اليابانيين بحطوا زعفران على الرز انت اللي بتحبي تحطي يعني بتغيري بالطعمه هلا الحشوه هاي بتقدر تحطي اي حشوه يعني مش شرط يكون عندك كل الشغلات ممكن تستغني مثلا عن الجزر بس الشغلات اللي فيها ميه والشغلات الآسية ما بتقدر تحطيها زي البندورة ما بتقدر تحطيها لأنها بتشتش جوا والشغلات زي الفليفلة لأنها آسية بتكسر معك الرز فبتفلع فما بتقدر يس يس وديكي بس بدي أحكي شغلتين على الدب الصويا صوص فيها ملح كتير فلازم تنتبهوا خاصة الناس اللي عندهم ضغط دم والوسابي مفيد جدا للصحة بس طبعا يعني اللي ما أكله قبل هيك يكون أنا أول مرة أكلته بحياتي صراحة شعرت هذا الجزء من رأسي هيك بطير يعني الحماوة ما حدا نبهني فلازم تكونوا منتبهين يس فضل بلا مقاطع بحكيك أنا ما أعرف إنه الوسابي جدا غالي يعني مش شعاد أنا منشجر بتطلعوا إشي بسيط هو غالي فهل هذا اللي موجود بالأسواق الصناعي؟ لا هو اللي بعملوه مخفف كتير يعني لما تأكل الوسابي في اليابان بكون جامد هون بتلاقيه زي بيست ما بعرف بشعره انه زي ضايفين عليه شغلات وما هو زي الحماوة اللي غاد يعني الكمية بتكون ربع الكمية هلأ في المطاعم اللي بتعمل سوشي صح الشيف الصح بحط لك الوسابي جوا الرز عشان ما تتغلبي لأنه نسبة الوسابي إذا زيادة شوية بتصير السوشي راح طعمه وإذا ناقص شوية بتبطلي تشعري في الوسابي فهو لازم يكون بالضبط اليابانيين عندهم هاي الكمية والإتقان يعني رائعين فيها بس يعني إنه يعني مثلاً أنا بقيسها على أولادي مستحيل إذا كانت في الوسابي جوا السوشي يأكلوها دكتور صعب يعني ما بتصير هلأ ما هو عشان هيك هلأ إذا بتروح على مطاعم اليابانية الصح لازم إذا ياباني لازم يحط لك الوسابي لازم يحطه جوا عشان ما يعطيك أنت التخمين قديش نسبة الوسابي لازم تنحط هو عارف النسبة بالضبط يس يعطيك ألف عافية دكتور الله يعافيك الله يعافيك يسلموا إيديك وعينيك وعقبال ممكن تعيدوا ما تبعت من البداية ماشي بنبعث لك الفيديوهات إن شاء الله محمد راحت عليك قولي له عود حبيبتي عود شو بتسوي هون ما بدنا بتحكي المهم هذول الصحبات قاعدين عم بتفقدوا بعض
طيب دكتور، هلا انت حكيت لنا انه يعني الاساس زي ما بدنا نرجع نعيد انه الرز، رز السوشي، ونسلقه بطريقه معينه ونضيف عليه سكر والخل. والخل اهم شيء هو الخل. يس وخلص، بس يصير هيك شوي ستيكي وتروح المية بتكون فوق، يعني تقريبا زي رزنا دكتور، يعني تقريبا هيك سانتي فوق الرز بده مي، يعني يعني تقريبا مش كثير ليخبص. صح، هو لازم يخبص، لازم يعطيك الخبصه هاي، هو لانه في نشا كثير بصير زي ما انت شفتوه مكعبل مجعلك، يعني مش البسمتي ما حينفع، البسمتي اللي بتطلع كل حبه بحبتها ما حينفع. لا 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 اكيد ما حينفع، ما البسمتي ما بينفع معنا بالمنسف اصلا دكتور، يعني مش خيار لنا. طبعا في ناس ما بتعرف عن السوشي انه السوشي فيه دهن كتير، وكل هذا الدهن طبعا الدهن الجيد اللي جاي من الاسماك. اجين زي ما حكيت، السوشي هو رز وسمك، هذا هو السوشي، فبيعتمد كتير على الدهن اللي موجود من السمك، وهو بيشبع أوميجا 3 رايت. في بروتين طبعا برضو جاي من السمك. في ناس بحطوا الدوفو، تقدر تحط الدوفو. دكتور مخلص صديق التوفو بحكي لك، لا تعرفكم على السوشي النباتي. بتعرف دكتور جمال وتميم، ان شاء الله انا ابدا انا مع السوشي الاصلي. طبعا يعني ال في انواع من السوشي، في ناس بيعملوه بكونز، في ناس يعني في شغلات جديده هيك. في نشويات عاليه طبعا من الرز، وفي فيتامينات ومعادن من الخضار اللي بتحطوها، يعني هذا بشكل عام يعني الشغلات اللي موجوده في السوشي. حبيت احكي لكم، يعني ما بعرفش اذا عندكم اي اسئله. تفضلي. سؤال فضول دكتور، هلا اليابانيين او الصينيين يوميا لازم ياكلوا سوشي؟ هو الاكل اليومي هيك لا. اسمه؟ لا 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 لا، الاكل اليومي في الصين واليابان ودول شرق اسيا عاده النودلز، هذا اهم شيء. وثاني شيء الرز، يعني ممكن ياكلوا رز حاف ابيض، رز ابيض مش زي الرز. لازم ياكلوا رز، فطورهم لازم ياكلوا رز، يعني رز ونودلز ورز، هدول اثنين يعني واحد منهم لازم يكون، يعني زيف الخبز عندنا هدول لازم يكون. هلا باقي الشغله يعني السوشي لا مش كثير بحبوه، باكلوه بتلاقيه في كل مكان، حتى في الفندنج ماشين بتلاقيه، بتقدر تشتريه لانه سهل، يعني كيف عندنا احنا الساندويش، هم بالنسبه لهم السوشي سهل بتقدر تاكليه باي مكان. اكرام بتخاف من السمك، عمرها ما جربت السوشي، لازم تجرب السوشي. السمك الني اليابانيين، يعني الصينيين ما باكلوا سمك ني، اليابانيين بموتوا في السمك الني. يعني لما رحت على اليابان مش طبيعي كميه السمك الني اللي بحطوها على الاكل، يعني ممكن يعمل لك صحن معكرونه نودلز ويحط لك عليه فوق سمك نية فولي ني، يعني ولا ماسك. علميا، معلش عم بقاطعك شكلي بس متحمسه، علميا دكتور ابدا ما له اي مخاطر مثلا مثل اللحمه باللي بدك تاكل، ما له، مش زي اللحمه مثلا. دكتور السمك اذا طازه بالعكس ما له اي مضار، إذا بات بخرب طبعاً. عادة السمك الني لازم يتاكل طازة، يعني إذا ما كان طازة ما بقى. هلأ في كتير بيبيعوا أو تلاقيه بالبوفيهات السالمون ني، بكونوا حاطينه على التلج إذا بتشوفيه. هذا الطريقة يابانية، يعني بحطوا عليه ليمون، بعصروا عليه عصرة ليمون وبحطوه على التلج، بكون بارد. يعني الـ اليابانيين معروفين جدا باكل السمك الني. يس صح، وعوافي يمكن ما شاء الله عشان هيك عباقره ممكن. لانه اوميجا 3 يمكن، يعني مع كل سمك بيخترعوا تلفون. يسعد مساك ان شاء الله يا دكتور، برحب بالكل، برحب بدانا، برحب بعهود، برحب بنهلة، برحب بأمال، برحب بكل اللي موجودين. دكتور مخلص اكرام، عمر بيحكي لك انت اليوم الشيف،
تشرفنا يعني. شو بدنا نسوي؟ لازم نورجيكم الشيف الرجالي الجدعان. بتقول لك عهود بتحط شويه فيش اويل على الرز. ممكن انت ما انت بتاخدي من السمك، اذا مش حاطه سمك يعني بدكش يكون برضه فيري فيري اويلي يعني. في ناس بحطوا، انا صراحه تعلمتها من يابانيين ما شفتهم بحطوا، بس سمعت في ناس يا بحطوا. هو ايش يعني عباره ما فهمته بصراحه؟ فيش اويل اللي هو يعني بدل مثلا الزيت العادي تطربص فيه الرز، ولا قصدها مع الطبيخ الرز؟ اي بتحطه على الرز بتحكي هي. ما بعرف انا ما عمري شفته صراحه. والله يا عهود بدك تدوين هي، بتعمل ساشيمي بالتونة والسالمون. صاحباتي موارد وأنا مش عارفة. يعطيهم العافية إن شاء الله. الوسابي بيعقم من كتر ما هو حامي، هل هذا صحيح؟ بتسألك أمان. لا 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 لا, لا. بعقم؟ بيعقم إيش؟ لا بعقم التم يعني؟ لا 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 لا, لا. ما إله يعني، واصلا ما تقدريش تاخذيه بكميات كبيره يعني. مزبوط مزبوط. اكيد كل شيء دكتور بيزيد عن حده بنقلب ضده يعني. اصلا أنا ما لا ما بتتحمليه يعني، عيون هيك الواحد ودنيا بتصير زي إيه. كيف توم انجيريك. يسعد مساك ويعطيك الف عافيه دكتور. بتحب تضيف شيء؟ لا يسلم ايديك. انا تقريبا يسلم ايديك انت. انا هيك فقرتي فحابب طحن على جنب. إليك صحن ولا يهمك. يسلموا إيديك ما بتقصر دائما. الله يسعد مساك ويعطيك ألف عافية. وعن جد دكتور أضفت لنا إضافة كتير مهمة، كتير أنا مبسوطة يعني. أنا عن جد سهلت لي إياها بطريقة كتير. هو سهل. شوفي المطابخ العالمية، أنا يعني زي ما حكيت لك بحب أكل أكل عالمي وشفنا كتير شغلات. الحلو إنه إذا بتقدروا تجيبوا ناس كمان بهذا البرنامج يعلموا الناس، لأنه هذا بتساعد على تداخل الثقافات أكيد. والله أنا بتشرف ودائما بعلن إن شاء الله، ودائما وكل مرة مش هننسى إنه نعلن إنه أي حدا بنتشرف فيه، خصوصا المطابخ يعني كل حدا هيك من مطبخه لو طبق بسيط يكون مسجل عشان يعني ما نعذبكم، إشي بنتشرف فيكم نتحدث كمان ويعني بتتدخل الثقافات في بعضها. أكيد أكيد أكيد. إمتى دكتور مخلص بده يطلع يحكي لنا عن التوفو؟ يا ترى التوفو في شغلات كتير بسويها الدكتور مخلص زاكية، بس مستحي هو. يلا خير إن شاء الله. هو عنده عمر بقول لك، عمر بقول لك أنا بعرف أسلق بيض، بطلع الأسبوع الجاي معك. طيب منيح. مش غلط. شوف الغربة، الغربة لما يطلع الطلاب ويتعلموا بتعلموا كتير شغلات، فبضطروا إنهم يكونوا مبدعين في الطبيخ. يعني أنا طريقتي بالطبخ no ingredients، اللي بالتلاجة بطبخه بحط كله على بعضه وبطلع. مزبوط. تحكي لك أمال هي المعلومة اللي حكيت لنا إياها أو سألتك عنها تبعت الوسابي، سمعتها من نجمة مشهورة فعشان هيك ما اقتنعت فيها وسألت. مش أي حدا بطلع يحكي أي كلام ما له أي مصدر. أنا بدي أسألك يعني شوي نسأل أحبش. هلأ هم بوكلوا السمك الني بدون وسابي. بالوسابي بوكلوا بثلاث أربع شغلات بطبخوها، واحدة منهم الفاصوليا بحطوا عليها وسابي، بحطوا زي الوسابي زي بهار على المجففات، على تعرف كانوا بيبيعوها بالخليج كتير هون، يمكن ما شفت منها المكسرات اليابانية هاي أو الأندونيسية. في هون من زمان أنا بجيبها البازيلا دكتور، كانوا يبيعوها بكوستكو بازيلا وسابي. مظبوط. رائعة من سنين. يا هدول اللي بحطوا عليهم كتير مجففات المكسرات والسوشي طبعا. في سمكة اسمها البف هاي مشهورة، بيعملوها بالوسابي، بغسلوها بالوسابي بعدين بغسلوا السمكة فبوخد طعمها، بس بروح الوسابي منها. هو زي الخل، ما هو زي الخردل، بخليها تستوي بسرعة يعني. هي بس هذا السمكة. أوكي. هو يعني كمان إنه مطري. يس اخت ادعى بتحكي انه عهود سوري بتحكي انه جيمبا يزموت. هذه الاكل الكوريه
للسوشي، وهم they claim انها هي اصلها من عندهم يعني. فاجين بتطوشوا عليها مين مين لمين هي؟ يس. احنا شو بهمنا، احنا المهم ناكل سوشي والله يخليهم كل المهم ناكل اللي بده اياه ياخذها. صحيح صحيح. عافية دكتور، تسلم يا رب، وإن شاء الله دائما منورنا. خلينا هلا دكتور إذا بتحب تحكي آخر كلمة مشان ندخل على صحوني الحلو اللي عملناها. بشكركم كثير وبستنى الحلو. يلا يسعد قلبك. ماشي يا دكتور، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. طبعا أنا اخترت لكم اليوم، هلا بدنا نتخانق على الاسم. خلينا بالعجينة الأساسية اللي هي عجينة السينامون رولز أو السينامون زي ما بنحكيها، يعني هي عجينة أساسية وأنا اخترت أعمل منها نصها، نص كمية عملت منها سينامون رولز، وعملت النص الثاني اللي هو يا حدا بقول له خلية النحل، حدا بقول له بديش أحكيها بالعربي مونكي بريد أو هاي القصة اللي يعني. وطبعا تتداخل الاكلات زي دائما. اكمل اوكي. تتداخل الاكلات دائما، وبرجع بحكي انه وبرجع الطابع او الذوق الشخصي بيطغى عليها. يعني مثلا انا اكلتها عملتها هلا مثل ما هي بالريسبي، برجع المره الجايه بقول لا بدي اتفنن، بدل ما احطها مثلا بهالصوص بغير لصوص ثاني. فبرجع الموضوع بيكون اوبن قدامنا، وبنرجع كل واحد على هو ذوقه، ذوق عيلته، ذوق اولاده، شو اللي بيحب انه يضيف ولا يشيل. بس العجينه مثلا مكوناتها اساسيه عندنا هون، اللي بحب يعني ياخذ سكرين شوت. نبلش الفيديو، نبلش بالعجينة الأساسية. أنا دوبت تلت زبدة، تلت كب زبدة، وحطيت رشة ملح وبيضتين مع معلقة فانيلا. أنا بحاول أعمل الأمور بسلاسة وبسهولة ما يكون فيها تعقيد. تلت كاسة سكر. هون خمس معالق سوار كريم أو نص كاسة سوار كريم، وإذا ما عندنا سوار كريم بنحطه باللبن، لبن زبادي عادي. هون أنا مذوبة معلقة خميرة مع شوية سكر ومية. قبل ما فارق بحطيتهم مع بعض، هلا بخلطهم هيك شوي، بعدين بحط عليهم كمية الطحين، هي عبارة عن ثلاث كاسات ونص لثلاث كاسات وثلاث ارباع، يعني طبعا بتعرفوا الطحين بفرق. وعلى العجانة على البطيء بعدين بخليها مثلا تقريبا 8 دقائق عم تعجن، وبتصير عجينة ملسة بتجنن ناعمة سهلة التحويل. نخليها لا تتخمر، شايف ما احلى منظرها؟ عن جد انا يعني بيني وبين العجين غرام. نتركها ترتاح ونغطيها، نستناها تقريبا ساعة. انا هون عم بعمل الصوص، الصوص هو عبارة عن مثلا زي ما حكيت لكم يعني بتختاروا اساسياته جبنة كريمي وكوندنس ميلك حليب مكثف وعالدوقة زي ما انتو بتحبوا. وكمان هون في زبدة وبراون شوغر وقرفة، وحطينا بيكان محمص، يعني خلطت. هاي بالنسبة للسينامون رولز، طبعا كله محطوط بالريسيبي زي ما بتحبوا. هذا كورن سيرب، فيكم تستغنوا عنه وتحطوا قطر. كورن سيرب هو شراب الذرة اسمه، موجود وين ما كان موجود بس فيكم تستغنوا عنه. بنخفق ليدوب وبنستعمل، بعدين بنحط فوق البيكان او
عين الجمل، الجوز، انا بحسه كثير بينبق مع السينامون رولز. يعني هدول خلصنا الخلطات لبين ما العجينه تخمر ونشتغل فيها. انا الكميه هاي العجينه اللي عملتها حبيت اني اعملها شكلين لانه بحسها كميه كبيره يعني، فقسمتها لشكلين اللي هي سينامون رولز والخلية النحل او whatever. فهاي الصورة، هلا بنرجع بنشوف طريقة الشغل فيها ان شاء الله. لا ما تقولوا لي الفيديو we missed it. هاي بعد ما قلبتهم حطيتهم بالفرن على حرارة 200 او 400 فهرنهايت وخليتهم يستو او يتريز بسرعة، وبعدين قلبتهم على الصحون. سامحوني شكله شوي الفيديوهات لخبطة في بعض. طبعا اهم شيء بالعجين انه بعد ما احنا شكلها، بعد ما تتخمر شكلناها، بعد ما تتخمر كمان، بعد ما تتخمر وشكلناها بنرجع بنحطها بالقوالب ونخليها تخمر تتضاعف حجمها. هذا السر، هذا سر نجاح العجين ويصير هيك فلافي وطيب كثير. والنار لما بنحطها بدها تكون حاميه عشان دغري يضرب الخميره وترتفع عنا وما تيبس، لانه اذا نار واطيه بده ييبس. شكله جوان، شكله ماما مضيعين الفيديو تبع تشكيل العجينه. هون بعدين بس قلبناهم بالصحون، زيناهم بالصوص. بالنسبة للسينامون رولز زيناها بالصوص اللي عملناه، الزبدة والبراون شوغر والبيكان، وحطيت كمان من الصوص الأبيض اللي هو الجبنة الكريمي والحليب المكثف وخلية النحل، بس حطيت عليها الحليب المكثف يعني هو الحليب المكثف مع الجبنة الكريمي. عن جد عن جد كتير طيبة وسهلة وما بتاخد لا وقت ولا شيء، ما بتعذب أبدا. ممكن جمان تبعتي الفيديو تبع التشكيل هلأ لبين ما نحكي ماما، تشكيل العجينة when we roll العجينة. ماشي اوكي، خلينا نشوف الكومنتات لأنه دايما I miss comments وآسفة ما بتكون ظاهرة عندي. الله يعافيك يا حبيبتي نهلاء، الله يسعدكم يا رب بوجودكم، يعني أنا بكون مبسوطة أكيد. هلأ بس ضايع الفيديو أنا، يعني أهم إشي بصراحة عندي تشكيل العجينة نفسها، كيف قسمت العجينة اثنين وكمان رقيت التنين، واحدة رقيتها كتير يعني رقيقة واحدة شوي خميلة عشان أرجع أشكلها دوائر صغيرة. وإيديك يا دانا يا عيوني، وإيديكم الله يسعدكم يا رب ويخلي لي إياكم. هلأ لبين ما نبعث الفيديو سامحوني. فطوم حبيبتي فطوم، دايماً I miss الكومنت تاعتك. فاطمة دايماً بتسهر، وصحباتي اللي بالسعودية وبالأردن دايماً بيسهروا عشاني حبايبي، الله يخلي لي إياكم يا رب، نورك يا روحي. بالفيديو الأولاني بس برضو ماما ابعتي لحاله إذا لو سمحتي، معلش قاعدين معانا في بيتنا حبايبي، الله يسعدكم أكيد. في دايماً هيك بيصير في خربطات شوية بالفيديوهات، يعني أنا دايماً مع إنه أعملها لايف بس معلش عشان عيد سامحوني. قبل هاي شفتها انا وانا عم بشكل العجينه شكله دخلوا مع بعض. محمد الله يسعدك يعطيك الف عافيه، دائما حضرتك مبدع كمان معنا. بس ما حبيبتي الله يسعدك، تفضلوا ذوقوا. ايوه هذا الفيديو انا قسمت العجينه اثنين، هلا بتشوفوا كيف. اوكي هلا انا بعمل له رولينج،
عشان تسهلوا عليكم، واذا بدكم اسطروها هيك صغيره صغيره لقمه العوامه وبتحشيها بجبنه كريمي. في ناس بتحشيها بسنيكرز بمارس بوات ايفر بدكم اياه. فهمتوا علي؟ شايفين كيف هيك بروقها نتفه وبقطعها وبحشيها بجبنه. ممكن تحشوها باي نوع من الشوكولا، ممكن تخلوها ساده وات ايفر يو وونت. طبعا بكون عامله الخليط على جنب، هو عباره عن براون شوجر وقرفه. شايفين كيف؟ بس براون شوجر وقرفه، سكر بني وقرفه، وبخلطهم هيك، بغطي فيها قطعه العجينه اللي انا حاشيه فيها الجبنه وبحطها جوا القالب. هلا حبيتوا تحطوا شويه زبده بقاع القالب، اوكي بيعطي نكهه كثير طيبه الزبده. فانا بكورهم كلهم وبحطهم بالقالب بطريقه عشوائيه ماشي. بس برجع بقول لكم يا جماعه السر بعد ما نخلص نتركها ساعه على جنب، ساعه على جنب لبين ما تتضاعف حجمها، وبعدين بحطها بالفرن وبعدين بخليها على نار حاميه فبتطلع بيرفكت هشه بتشهي. هلا هون العجينه النص الثانيه قطعتها للسينامون رولز. صدقوني اذا عملتوها بالطريقه اللي قلت لكم اياها حتى ما حد بطلوا تاكلوها من برا، لس كالوريز وطعم بشهي. يعني انتم عارفيني انه انا ما بيهمني، المهم الواحد ياكل وينبسط، وعشان هيك تطلع رائعه. هون بس الخليط عباره عن براون شوجر وزبده سايحه وقرفه، حطيتها هيك بطريقه عاديه بعد ما رقيت العجينه منيح. هذا النص الثاني طبعا مش بتاعت خليط، نحن خلصنا منها. وبنلفها، وبعد ما نلفها بنقطعها. طبعا فيكم تعملوا كل العجينة سينامون رولز، كل العجينة خليط النحل، whatever you want يعني. برجع بعطيكم هنت تانية، خلية النحل فيكم تحطوا فيها بدل الجبنة الكريمي تحطوا فيها أي نوع شوكولا، بيعطي كتير طعمة طيبة، فيكم تخلوها كمان سادة. هلا هيك لفيناها، أهم شيء العجينة تكون مرتاحة تعطيكم نتيجة كتير كويسة وما بتعذبنا وإحنا عم نلفها. حتى لو زادت شوي الحشوة don't worry يا جماعة. هلا هيك انا عم بحاول اسكرها بطريقه هيك بسيطه وبنقطعها. هلا بتشوفوا كيف بقلبها عشان احطها بالقالب. يس قطعناها، هلا بنشيل وحده وحده ومنقلبها على كف ايدنا، كف ايدنا بطن ايدنا هي اللي هو، وبعدين بنصفها بالقالب. ايوه طبعا ما بنلزها كثير كثير على بعض وبنعطيهم مجال عشان حينفخوا هلا. صدقوني الريحة قتلتني بالبيت قد ما هي طيبة. بتمنى كل حدا انه يجربها لانها عن جد سهلة وطيبة. هلا هون بعد ما شكلتها قلت لكم خليتها تخمر تقريبا ساعة، وبعدين حطيتها بدرجة حرارة 200 او 400 فهرنهايت بالفرن محمم مسبق. شايفين كيف شكلها هيك؟ هيك شكلها قبل ما احطها بالفرن. وقلبتها على صحون التقديم، وزي ما شفتوا رشيتها بالصوصات اللي انا عاملتها، وفيكم تاكلوها بدون صوصات يا جماعه. كمان طيبه والله، اطيب هيك حلو الصبح مع فنجان القهوه. انتوا الف صحه وهنا. نرجع نحكي بتشجيعكم نكون موجودين. وبنبسط فيكم كتير.
يسعد قلبكم، يسعد مساكم، وعيدكم مبارك كمان مرة يا رب، والله يهدي البال ويرفع الغمة ويرفع البلا إن شاء الله. في أشوف الكومنتات قبل ما نسكر دكتور. وديك يا أمل حبيبتي، بعدنا عندكم حبيبتي أماني، الله يسعدك، تسلمي، تسلمي لي يا حبيبتي، خلي لي قلبكم. طبعا عن جد عن جد ريحة البيت بتصير مشحية وبتشرح القلب. أنا مع إنه ست البيت لو والله لو كيكة صغيرة، كيكة صغيرة تعمل لأولادها، إنه إشي تاني غير عن اللي بتشتري برا، حتى لو الكيك برا أرخص، أنا عارفة. وإيديك يا حبيبتي بس ما يسعد قلبك، يسعد بس ما يبدو بدنا نستضيفك، بس ما بتعمل شغلات رائعة. إشي مش حبيبتي تسلمي لي يا رب، يسعد قلبك إن شاء الله. وبتمنى بتمنى إنكم تعطوني أفكار، الله يعافي قلبك دكتورتنا، تعطوني أفكار إن شاء الله، وأي حدا بده أكلة، بده طبخة إن شاء الله جايينا في بالي إن شاء الله نعمل المفتول، نعمل مسخن، اي شيء بيجي على بالكم ذكروني فيه ونعمله مع بعض ان شاء الله. استنوني كل خميس. هلا انا كنت بحكي مع اساتذتي وبحكي لهم انه شوي الساعه 7 المساء بيكون 7 المساء بتوقيت كندا شوي بيكون صعب، بس ان شاء الله اذا ضبطنا وقت ثاني كمان بخبركم، بس يعني مبدئيا كل خميس الساعة 7 استنوني، وبتشجيعكم ومرافقتكم لإلي بيحلى كل إشي، يسعد قلبكم إن شاء الله. أكيد يا أمل حلويات القرفة يعني إشي كتير زاكي وعن جد غير شكل، هي من البهارات المحببة لقلوبنا يعني، دايما بناكلها بشغلات كتير بمطبخنا. ويسعد قلبكم إكرام حبيبتي مثلك ما شاء الله عمل الحلويات. طيب يلا انت بدك تطلع معنا تعمل لنا خبز يا اكرام، الله يسعدكم ان شاء الله، بتشرف فيكم زي ما حكيت لكم، بستنى ان شاء الله مبادراتكم وبفتخر فيكم بوجودكم معنا، واستنونا وادعمونا القناه كنار تي في، وبليز لايك، وبستناكم دائما يوم الخميس، وزي ما حكيت مبدئيا على الساعه 7، ويسعد قلبكم ونهاركم سعيد، واللي في بلادنا إن شاء الله تصبحوا على ألف خير حبايبي. يعطيكم العافية.